السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفوا بحضرتك؟ تهاني سليمان مبارك الشريف. أخت تهاني، أنت من أمتى معتصمة ميدان شجرة؟ معتصمة من يوم 12-12، 25 يوم هي معتصمة في الميدان. هل أنت مع الأشخاص اللي طالبوا بإسقاط المجلس بالكامل أو تصحيح مسار الثورة بحيث تغيير أشخاص معينين في المجلس؟ هو تصحيح مسار الثورة، نحن مطلبنا الأساسي تصحيح مسار الثورة، لكن بما أننا نحن الآن 25 يوم واللي تلبن مطالب بسيطة جدا، فأنا يعني بشكل هذا بيرغمونا أن نحن نطالبوا بإسقاطهم بالكامل. يعني أنت سقف مطالبك يعني يمكن يصل إلى إسقاط المجلس بالكامل؟ لو استمر في تهميش الليبيين بهالشكل والسيد مصطفى عبد الجليل يطلع ويقول بنغازي ما تمثلش ليبيا، فأنا بنقول له يا سيد مصطفى راهو مش بنغازي اللي طالعة، بس أنتوا تخفوا في الإعلام. اليوم جمعة التوحيد، اليوم طالعة نالوت، طالعة جادو، طالعة جبل بالكامل، جبل نفوسة، طالعين في مصراتة، طالعين في طرابلس. طرابلس محتصمة معنا في ميدان الجزائر من أول يوم، فما تهمشش، نحن عارفين بعضنا أن نحن طالعين. بما أن القرارات السيادية يقال أن معظمها بيد المجلس وليس هناك دور كبير للحكومة، وبعض يقول أن المجلس هو اللي عرقل في قرارات الحكومة، هل أنت مع فصل السلطات بأن المجلس ما عادش يتدخل في قرارات حكومة أبدا؟ هو المفروض ما يتدخلش، هو مجلس تشريع، هو يعني مؤقت، ما لش الحق ما يدير أي إجراء مستقبلي. يعني واحدة من الأشياء مشيت السيد مصطفى في توقيع الاتفاقية مع إيطاليا، من اللي قال؟ ما شنو الأساس اللي بناء عليه؟ شنو هو الأساس القانوني؟ ما عندهش أي أساس قانوني، راجل يشتغل فكرة أفندي مش فكر قانون، فما ليش عارف أنا وين ماشي سيد مصطفى. بما أنك ناشطة حقوقية، شنو هي أبرز الحقوق والواجبات اللي أنت ترين سواء على المجلس أو على الحكومة تجاه الشعب الليبي؟ كيف شنو؟ بما أنك ناشطة حقوقية، ما هي الحقوق والواجبات اللي أنت تشوفي فيهن أن المجلس ضروري يقدمهن للشعب، المجلس والحكومة؟ المجلس المفروض ينظر للشعب، ما ينظرش للعالم الخارجي. وقع في اتفاقيتي انت غير قالها ببلادك وقالها بعيالك اللي الجرحى اللي انا سمحوني بندوي بالعاميه، لاني قاصده ندوي بالعاميه باش كل انسان في ليبيا يفهم الكلام هذاهي، حتى اللي ما عندهش ابن مجروح ينظر للجاره. في عندنا شباب يسكنوا في الدور الخامس والسادس، بترت سقاهم، من يطلع فيهم؟ ما فكرتوش من يطلع فيهم للدور السادس والسابع؟ انتبهوا لشعبكم، انتبهوا للناس. نحن ليش طلعنا للثورة هذاهي؟ كرامتنا، كرامة الشعب الليبي، وين كرامة الشعب الليبي؟ نحن قاعدين كيف ما نحن، ما تغير شيء، تغير علم ونشيد، لا مش هذه الثورة اللي قمنا عليها. وكيف ما نحن انا مش هنقول لك هندير ثورة، لا مستحيل انا ندير ثورة على ثورتنا النزيهة هذاهي. هذه ثورة سطرت بدماء الشهداء والجرحى، فمستحيل أن ندير عليها ثورة، لكن نغير مسارها، نصلح مسارها. أستاذة تاني، تعددت جمع الاعتصام لتصحيح المسار، جمع وأيام الاعتصام لتصحيح المسار، ما هي الخطوة القادمة أنت تشوفيها يعني الناس ممكن تديرها يعني مطالبة بتصحيح مسار الثورة؟ طبعا حيكون فيه العصيان المدني، وهذا أخطر شيء على ليبيا، ولا ننبه المجلس إن ما توصلش الشعب، راهو ما تاخدش على الركوض، هذا أفضل للركوض اللي في مسكة سيف القذافي، كيف كانت فيه هدوء في مدينة بنغازي. بنغازي ما تسكتش على الظلم، ما تقولش هدت، راه الهدوء وراه بركان، فانتبه انتبه انتبه. بعد العصيان حيكون انفجار، وربي يستر. شكرا صديقي.